أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. وبعد، أيها المشاهدون الكرام، أهلا ومرحبا بكم في دار الإفتاء المصرية. ورد إلينا سؤال من أحد المستفتين يسأل عن ما الحكم إذا تركت أو نسيت قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة في الصلاة. هذا السؤال مفاده أن الإنسان هو بيصلي، بعد ما بيقرأ الفاتحة من السنة أنه بيقرأ ما تيسر من القرآن. مفاد السؤال أنه هو قرأ الفاتحة ووجد نفسه في الركوع فنسي قراءة ما تيسر من القرآن. الإجابة عن هذا السؤال أن الصلاة صحيحة، يكمل الإنسان صلاته ولا يسجد للسهو، لأن ترك قراءة ما تيسر من القرآن عقب الفاتحة ليس من السنن التي تحتاج إلى سجود سهو. هذا، والله تعالى أعلى وأعلم. دار الإفتاء المصرية.